قبل ما نستقبل ضيوفنا الكرام عشان نتكلم بقى فنيا عن ماتش اليوم، خلينا نستعرض مع حضراتكم تاريخ مواجهات الفريقين الاهلي والمصري. نادي الاهلي والمصري لعبوا 121 مره، نادي الاهلي كسب 68 مره، المصري فاز في 19، والفريقين اتعادلوا في 34 مباراه. نادي الاهلي احرز 174 هدفا، والنادي المصري احرز 91 هدف. اتمنى ان شاء الله باذن الله تتواصل الارقام، واتمنى ان شاء الله النهارده الفوز للنادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم فوز واداء الحمد لله، فوز بس برضو الحمد لله، ولكن نتمنى توفيق للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، ونتمنى التوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه للجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي، ونتمنى المكسب في الفتره دي. الفتره اللي جايه ان شاء الله المكسب، الفتره دي محتاجه دعم مننا. محدش يقول لي بقى انت هتقعد تطبطب وانت انا بدعم لعيبه النادي الاهلي، وبدعم المسؤولين في النادي الاهلي، وبدعم الجهاز الفني للنادي الاهلي، لان انا اهلاوي، انا اهلاوي، والنادي الاهلي عودنا دايما على كده بدعم جمهوره ودعم محبيه، وتوفيق ربنا هو ماشي وبيكسب وبينجز، وملك الارقام القياسيه وملك البطولات وملك الانجازات. عايزني هاجم؟ هاجم ليه؟ ما تبص على الارقام، ما الارقام هي اللي بتحكم بيني وبينك، احكم بالارقام. عايزني هاجم النادي الاهلي عشان لعب نص ساعه مش كويسه، او ما كانش الاداء في نفس المستوى بتاع الشوط الاولاني؟ عايزني هاجمه؟ عايزني اصرخ اللعيبه؟ لا طبعا. احنا بنتكلم عن سلبيات ولكن لازم نراعي بعض الحاجات، لازم نراعي بعض، مش طبطبه ولا تطبيل، احنا بنتكلم بواقع، بنتكلم بحقيقه. مش عايز انفعل، خلينا في ماتش النهارده وان شاء الله ربنا يوفقنا. المهم ما يحصلش اصابات ان شاء الله. تاني حاجه تيجي باذن الله المكسب وتحقيق الاهداف في الفتره دي.